من المقرر أن يصل فريق من شركة تدقيق الحسابات الأمريكية ألفاريز أند مارسال إلى لبنان في 27 حزيران ويبدأ تدقيقا جنائيا للمصرف المركزي، فهل من ضمانات لنجاح مهمته التي تعثرت في مراحل سابقة بسبب عدم التجاوب من المعنيين في هذا الملف وحجب الداتا بحجة التحصن بالسرية المصرفية وغيرها من بنود قانون النقد والتسليف الذي يرعى عمل المصرف المركزي بحسب الخبير الاقتصادي باتريك مارديني؟ في 63 مليار دولار بيقول المصرف المركزي انه حول للخزينه للحكومه اللبنانيه وفندهم، يعني قال انه في منهم يمكن شيء 25 مليار راحوا للكهرباء، في منهم راحوا لنفقات القطاع العام، لسياسه الدعم الى اخره. بدها تاكد شركه التدقيق الجنائي انه فعلا طلع 63 مليار دولار من المصرف المركزي وفعلا وصل 63 مليار دولار للحكومه اللبنانيه وما اختفى شيء على الطريق. ونفس الشيء يمكن تعمل تدقيق بالموجودات الخارجيه لمصرف لبنان، تتاكد انه عن جد عنده 11 مليار دولار احتياطي عملات اجنبيه، عن جد عنده كميه ذهب قد ما بنقول انه عندنا يعني، واجمالا تدقيق بجميع حسابات المصرف المركزي. هلا اللي متوقع انه هذا التدقيق الجنائي رح يرد اموال منهوبه موهوم على الاخر، لانه هذا التدقيق الجنائي مش رح يرد شيء، لانه بكل بساطه او شيئا لا يذكر يعني اذا شيء، لانه بكل بساطه 63 مليار دولار اللي وصلوا للحكومه الوزارات صرفوهم، وبالتالي اذا بدنا نعرف هالمصاري وين راحت لازم يصير التدقيق الجنائي بالوزارات اللي تدينت او اللي وصلوا لها هدول 63 مليار دولار. ما هيك اذا وقف التدقيق الجنائي وانحصر بالمصرف المركزي مثل قلتها بيقلنا انه حول المصاري للوزارات، بس ما بنعرف الوزارات شو عملوا فيه. اليوم يدخل عنصر جديد على الملف وهو ملاحقات الحاكم القضائية داخليا، فهل من تأثير على مسار التدقيق؟ التدقيق الجنائي مرتبط ببعض الملفات القضائية، بمعنى انه هدف التدقيق الجنائي هو انه يبرم على مستندات تثبت وجود غش او تلاعبات او مخالفات للقانون،